السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة نهلة زغلول، والنهاردة إن شاء الله هنكمل بقية كيس 6 في كتاب في الأوبستاتريك أند وومنز هيلث، في كتاب فاميلي ميديسين إكزامينيشن أند بورد ريفيو. هنشوف الدايجنوستيك كرايتيريا فور بري إكلامسيا. أكوردينج تو 2013 دايجنوستيك كرايتيريا فور بري إكلامسيا، البلاد بريشر لازم يبقى أكبر من 140 ملم مركز سيستوليك أو أكبر من 90 مليمتر دايستوليك on two occasion at least 4 hours apart after 20 weeks gestation in a woman with a history of previously normal blood pressure. يعني عيانة كان عندها normal blood pressure قبل البريجنانسي developed blood pressure elevation after 20 weeks gestation، لازم after 20 weeks gestation to be pregnancy related، والblood pressure بتاعها في قرايتين in two occasion at least 4 hours apart، اربع ساعات ما بينهم ما بين القرايتين، يا اما اكبر 140 سيستوليك او يساوي اكبر 140 او يساوي 140 سيستوليك او اكبر من 90 دايستوليك، او يا اما اكبر من 160 ملم مركز سيستوليك او اكبر 120 ملم 110 ملم دايستوليك. هايبرتنشن كان بي كونفيرمد ويذن ا شورت انترفال مينيت، يعني مش هنستنى اربع ساعات بقى بين القرايتين، 10 دقايق ونقيس تاني، لو اكبر 160 واكبر 110 فعلا تو فاسيليتيت تايملي انتي هايبرتنسيف ثيرابي عشان نبدا معها انتي هايبرتنسيف ثيرابي، لو الضغط بتاعها اكبر 160 تو اكبر 110 ملم مركري. تمام. او معها ايه بقى؟ يبقى blood pressure elevation يا اما اكبر 140 على 90 في 2 occasion 4 hours apart after 20 weeks gestation في ال women اللي has previously normal blood pressure before pregnancy، او اكبر 160 على 110 بينهم دقايق، قرايتين بينهم دقايق to facilitate timely anti-hypertensive therapy. معها ايه بقى ال blood pressure elevation؟ يا اما قلنا معها بروتينوريا يا اما معها pre-eclampsia و severe features، يعني مش شرط البروتينيوريا، يا اما بروتينيوريا يا اما بري اكلامسيا او سيفير فيتشر. طب نلخص نشخص بروتينيوريا ازاي؟ البروتينيوريا مور ذان اور ايكوال 300 ملغ بير 24 اور يورين، هنعمل 24 اور يورين كوليكشن لو اكبر من او يساوي 300، او يا اما ما عرفناش نعمل او مش افيلبل عندنا ان احنا نعمل 24 اور يورين كوليكشن، هنعمل يورين بروتين تو كريات ريشيو جريتر ذان اور ايكوال تو 0.3 with each measured in milligram per deciliter protein والكريات، او الديبستيك ريدنج بلس 1 used only if other quantitative methods aren't available. هنيوز الديبستيك اللي بتعمل في الوحدات لو الاثنين اللي فوق are unavailable، اما ال 24 hour urine collection او urine protein to كريات ratio. or in absence of proteinuria الكرايتيريا بتاع الايه البري اكلامسيا والسيفير فيتشرز، ايه الكرايتيريا بتاع البري اكلامسيا والبري اكلامسيا والسيفير فيتشرز؟ ثرومبوسايتوبينيا، رينال انسافيشنسي، امبيرد ليفر فانكشن، بالمونري ايديما، سيريبرال فيجوال سيمتومز. تمام. البالمونري ايديما اللي هي الكونجستيف هارت فيلير، اللي هي الديسنيا، لوور لمب ايديما، جاجولار فينوس ديستنشن، ريلز او كريبيتيشن على اللنج بيزس من ورا. طيب to diagnose pre-eclampsia with severe features when there is the presence of any of the following: blood pressure أكبر 160 على أو systolic أو أكبر من أو يساوي 110 diastolic on two occasions at least 4 hours apart while the patient is on bed rest unless anti-hypertensive therapy is initiated before this time. إحنا قلنا القرايتين ممكن يبقى بينهم دقايق وممكن تبدأ الأنتي-hypertensive قبل الأربع ساعات. تمام. لو ال 100 لو البلاد بريشر اكبر 160 على 110 دي بري اكلامسيا والسيفير فيتشرز، بليتليت كاونت اوف ليس ذان 100000 ده ثرومبوسايتوبينيا، سيرم كريات كونسنتريشن جريتر ذان 1.1 ملي جرام بير ديسيليتر اور دبلينج اوف سيرم كريات كونسنتريشن ان ذا ابسنس اوف اذر رينال ديزيز رينال انسافيشنسي، يا اما كريات اكبر من 1.1 ملي جرام بير ديسيليتر، او لو عندك البيزلاين كريات يبقى دبلينج اوف بيزلاين كريات ان ذا ابسنس اوف اذر رينال ديزيز، لو العينه دي اصلا ما عندهاش يبقى شرط ان ما يبقاش عندها في الاساس رينال انسافيشنسي.
elevated blood concentration of liver transaminase 2 في normal concentration, severe persistent right upper quadrant or epigastric pain unresponsive to medication and not accounted for by alternative diagnosis or both impaired liver function. يعني عندها liver transaminase عالية 2 في النورمال أو severe persistent right upper quadrant pain أو epigastric pain unresponsive to medication and not accounted by other kidney other liver function impairment. يعني العينة دي ما يكونش عندها في الأصل liver impairment لأي سبب. أو لو شفت pulmonary edema زي ما قلنا congestive heart failure أو new onset cerebral or visual symptoms زي الهيديك والبليرنج اوف فيجن. كل دول اي واحد من دول بيشخص بري اكلامسيا with severe features. تمام. طيب she returns to the office for her appointment 5 days later at 36 weeks of gestation after having felt well over the weekend. however today she developed a headache. her blood pressure is 166 over 112 millimeter mercury. her urine dipstick reveals 3+3 protein. your next step is to start oral labetalol and see the patient back in 2 days for a blood pressure check. repeat the 24 hour urine for protein. admit to labor and delivery for blood work monitoring with plans to move toward delivery immediate cesarean section. ايه هي الاجابة بتاعتنا؟ الاجابة بتاعتنا هي admit for labor and delivery for blood work and monitoring with plans to move toward delivery. تمام. العينة دي دخلت في pre-eclampsia و severe features. عندها headache, عندها systolic blood pressure اكبر 160 والdiastolic اكبر 110, عندها 3+ proteinuria. تمام. the patient needs to be admitted for further monitoring of blood pressure and symptoms. in addition blood work should be obtained including CVC liver and renal status عشان to assess other features of pre-eclampsia with severe features. starting oral labetalol would treat patient hypertension but this step alone is not prudent for a patient who appears to have pre-eclampsia with severe features. ال 24 hour urine protein can be collected while the patient is hospitalized. تمام. however the result wouldn't change the immediate management لانها كده كده عندها pre-eclampsia with severe features. حتى لو طلع ال 24 hour urine protein بتاعها اكبر من 300 بال 24 hour. تمام. لو الفاستر ايفالويشن نيدد ممكن نعمل بروتين تو كريات ريشيو. تمام. وقلنا قبل كده ان البري اكلامسيا والسيفير فيتشرز كان بي دايجنوز وذاوت ذا بريزنس اوف بروتينوريا ان ذا بريزنس اوف سيرتن كلينيكال اور لابوراتوري فايندينج. العيان دي اصلا عندها حاجات كتير, عندها هيديك وعندها بلاد بريشر اكبر 160 وعندها الدايستوليك اكبر 110 وعندها 3 بلاد بروتينوريا. فالعيانه دي اصلا في الاصل عندها بروتينوريا وبري اكلامسيا والسيفير فيتشرز. ان بري اكلامتك بيشنت البلاد بريشر كان بي كنترولد ويز لابيتالول هيدرالازين اور اورال نيفيديبين. افويد نيتروبروسايد. ذا داون سايد اوف بلاد بريشر كنترول از ذات ات ريديوس بلاسينتال فلو. اولسو تريتنج بلاد بريشر هاز نو افكت اون ذا كورس اوف بري اكلامسيا. ذيرفور تريت بلاد بريشر اونلي اف اكبر 160 على 100 or the patient is having end organ symptoms زي العينة بتاعتنا لو عندها liver function impairment kidney function impairment, لو عندها cerebral symptoms زي الهيديك زي العينة بتاعتنا, لو عندها visual symptoms blurring of vision. ده لا امتى تريت blood hypertension او preeclampsia؟ لو ال blood pressure اكبر 160 على 100 او ال patient is having end organ symptoms. تمام. You admit her to the hospital. Repeat blood pressure is 164 over 98 millimeter mercury and urine dipstick shows 3+ protein. Her cervix is soft, 2 cm dilated, 50% effaced, يعني thinning of the cervix with fetus vertex at minus 2 station. يعني هي لسه above the level, الهيد لسه above the level of the pelvis. What is the most appropriate intervention at this point? begin induction of labor, start magnesium sulfate, prepare for cesarean delivery in case it's needed, all of the above. الإجابة all of the above. العينة دي دخلت في labor, لازم نعمل induction of labor, لازم ندي magnesium sulfate, والمغنيسيوم sulfate
بريفنت بروجريشن اوف بري كلامسيا تو كلامسيا، اللي هو بريفنت كونفولجنز اند بريبير فور سيزيريان ديليفري في حاله فيلير اوف اندكشن. كل الحاجات دي لازم نعملها. ديليفري اوف بيبي اند بلاسينتا is the ultimate treatment of preeclampsia and should be initiated as soon as feasible when the mother's condition demands it. تمام. You begin magnesium sulfate for preeclampsia, oxytocin for induction, and the induction proceed without incident. She delivers a viable male infant. How long will you continue the magnesium sulfate? You will continue magnesium sulfate for 24 hours after delivery. الإجابة is C. تمام. طبعا المغنيسيوم صلفيت نيز مونيتورين كل ساعتين بالديب تندون ريفليكس بالمنتال ستيتس اكزامينيشن، لأن هو ممكن يعمل هايبو ريفليكسيا، ممكن يعمل ديكريز منتال ستيتس، ممكن لو خاصة في العيانين اللي عندهم رينال امبيرمنت، فلازم تو مونيتور الريفليكس بتاع البيشنت، لازم تمونيتور المينتال ستيتس كل ساعتين، لازم تمونيتور اليورين اوتبوت عشان تديتكت العيانين اللي ويذ رينال انسفيشنسي ات ريسك اوف ماغنيسيوم توكسيسيتي. تمام. الاي سي او جي الامريكان كوليدج اوف اوبستريك اند جاينيكولوجي نو لونجر ريكومند ماغنيسيوم سلفيت از روتين انترفينشن ان بيشنت ويذ بري اكلامسيا وذاوت سيفير فيتشرز. يعني العيانه اللي عندها بري اكلامسيا جاست بري اكلامسيا وذاوت سيفير فيتشرز اللي احنا قلناها سيفير فيتشر اللي هي ايه، الثرومبوسايتوبينيا، البلاد بريشر بتاعها اكبر 160 على 110، كيدني امبيرمنت، رينال امبيرمنت، بالمونري ايديما، لو عندها سيريبرال اور فيجوال سيمتومز، كل دي بري اكلامسيا وسيفير فيتشرز. لو ما عندهاش بري اكلامسيا وسيفير فيتشرز يبقى الاي سي او جي نو لونجر ريكومند ماغنيسيوم سلفيت فور ذيس بيشنت. Remember that the purpose of magnesium sulfate infusion is to reduce the risk of seizure. معناها to reduce the risk of progression to eclampsia. تمام. According to the American College of Obstetric and Gynecology guidelines, bed rest shouldn't be prescribed for patients with gestational hypertension or preeclampsia without severe features. Only for preeclampsia with severe features bed rest is prescribed. Other than that, gestational hypertension أو preeclampsia without severe features doesn't need bed rest. تمام؟ هنكمل إن شاء الله الفيديو الجاي. Okay.